هاي صبايا، كيفكم؟ هذا الفيديو لأي بنت بأي عمر عم بتشوفني هلا. ركزوا معي منيح. يا ترى انتي واعية بكمية المواد الكيميائية اللي بتستخدميها كل يوم بتحطيها على بشرتك، وبشرتك قاعدة تمتص هاي المواد الكيميائية، وبالتالي انتي عم بتسببي لحالك سرطان. معظم المواد اللي بتستخدميها فيها نسبة عالية من الرصاص. تخيلي مثلا ان الروج اللي بتستخدميه لبستك اللي بتستخدميه بشكل يومي بيحتوي على 61% من مادة الرصاص، وهي مسبب اساسي للسرطان. استخدامك لمواد كيميائية بتحتوي على نسبة الرصاص في لبستك اللي بتستخدميه رح يعمل لك تقشر، رح يعمل لك جفاف. بالتالي معظم البنات بتلاحظي انه عندهم منطقة حوالين الفم داكن شوي، وطبعا رح يعمل لك حكة، رح يعمل لك حرقان، وكتير اشياء وامراض. توصل مرات انه يعمل لك كمان تسمم. اذا بدك تتأكدي انه الروج اللي انت عم تستخدميه اذا فيه نسبة رصاص او لا، احضري معي التجربة اللي رح نعملها. هون رح نجيب قلم من اللي بتستخدموه وفي مواد كيميائية، ورح نحكه بذهب خالص، ورح نشوف كيف رح يصير لونه أسود، وهذا بدل على إنه مليان رصاص. أما الروج النباتي العضوي من فيجاب رح نحطه، ورح نحكه كمان بالذهب الخالص، ما رح يتغير لونه. وهي التجربة بتقدر تميزي الروج تبعك إذا هو روج مليان رصاص أو خالي من الرصاص مثل روج فيجاب. علشان هاي الأسباب كلها وعلشان المخاطر هاي كلها، اتجه الأوروبيون إنهم يستخدموا الأشياء العضوية، يستخدموا الأورجانيك. من الشركات اللي بتستخدم الأورجانيك هي شركة بيج أب، بتقدم لكم منتج نباتي عضوي مش داخله أي مواد كيميائية، رح يرطب لك شفايفك، رح يغذيها، بالإضافة إنه رح يكون عندك فيلر طبيعي للشفايف. مش بس هيك، كمان لونه بيطول كتير، بيقعد فترة طويلة على عكس المنتجات التانية اللي بتستخدموها، بعد فترة بصير بيقشر